كنشكركم السي الدكتور، وكنشكر الصفحة الرسمية ديالكم. بصراحة انا ارتبكني شوية ملي اول مرة كنشوفو، تفضل تفضل اول خير مرة ان شاء شدنا الله. الخط. كنشكركم بعدا شغل خاص هذا من زعما خارج من القلب، زعما بارك الله فيكم. كنا محتاجين زعما بحال هاد البرامج هذه في هذا الوقت هذا في هذا العصر ملي كثرت هاد خير ان شاء الامراض الله. هذه والمسائل. السؤال ديالي باش ما نخليش الاخوان حتى هما يتقدموا، السؤال ديالي يا سي الدكتور هو شنو احسن، واش الانسان يصوم؟ بالنسبه لي انا كنعاني من زياده الوزن، ماشي نعم السمنه، زياده في الوزن. نعم الوزن ديالي حاليا دابا انايا كان عندي في الطول ديالي 1.80 متر، الوزن 75 كيلو، وسبحان الله العظيم بطلت السكر. حاولت نقص ثلاث شهور، حاولت نقص 10 كيلو 3 شهور، بطلت غير السكر فقط الحمد لله فقط جيد. نعم الحمد لله 3 نعم شهور. انا دابا باغي نزيد نكمل إن شاء الوزن الله المثالي 70 كيلو 69 كيلو، وبغيت غير خير. نعرف الطريقة الصحيحة، واش الإنسان يصوم الصوم ولا الجوع، عامل الجوع؟ هذا السؤال الأول. نعم تفضل تفضل أخ حمزة تفضل. أهلا وسهلا بارك ومرحبا، بارك وعيدكم الله فيك. عيدكم مبارك سعيد إن شاء الله. ويعني آمين، تفضل تفضل مرحبا. تقبل الله منا ومنكم. يا دكتور عندي تقريب سنتين وأنا متابع في القناة تاعك وفي كل شيء، خير إن شاء الله. وراني ماشي على هذا النظام الغذائي المليح ما شاء الله، فطور الصباح التمر الفاكهة الخبز الكامل، هذا الخبز خبز سان فرانسيسكو هذا الحامض، هذا زيت الزيتون، الشاي الأخضر بالعسل، ما شاء الله. ما نزكيش نفسي لأني تعلمت منك، خير إن شاء الله ولكن خير. يبقى مشكلة أني مقيم في أمريكا، نعم ولا نظن بأنه هذا كامل الجهد تاعي يتهدم بحاجة واحدة نعم اللي هي تفضل. الجي ام او، جي ام او نعم على أنه الإنسان من هذا الأكل المعدل جينيا ومن هذا يولي الإنسان يحس بالإعياء ويحس. من نعم اليوم اللي جيت أمريكا هذه وليت نعاني من القضية هذه يا دكتور، فإلى خير ان شاء فيه الله. حل والله بارك الله فيك، مشكورا خير إلى إن فيه شاء حل الله أخ حمزة، خير تحية طيبة. بارك الله فيك، خير جزاك الله ألف خير. تحية طيبة لكل مستمعينا ومشاهدينا إن شاء الله في القارة الأمريكية وعليا عبر العالم. وأنا لا أفرق بين إخواننا التوانسة والجزائريين والليبيين والمغاربة، عليين فهذا الفضاء المغاربي بدينا كنتكلموا على هنا كاين إسباس شينغن، يجب أن نتكلمها نحن كذلك، عندنا فضاء إسباس شينغن، كاين فضاء شينغن في أوروبا اللي الآن مازال الدول كتزاد فيه وكيتوسع، مازال غادي يتوسع يعني حتى يشمل يعني من حدود أقصى روسيا إلى الحدود البريطانية. فهذا نحن يعني حق لنا ووجب علينا أن نتكلم عن الفضاء المغاربي. فضاء المغاربي، في كلمة فضاء هي ليست كلمة سياسية، كلمة جغرافية، فضاء مغاربي لأن هذا الفضاء يعيش فيه نفس الإنسان، وفيه ناس طيبين ما شاء الله، يعني الليبيين ولا التوانسة ولا الجزائريين ولا المغاربة ولا الموريتانيين، هذو ناس طيبين لأن الميديتيرانيان يعني هذو الدول هذو، وتطبعهم الأمازيغية هذو يعني أمازيغ تقريبا يعني جنس واحد، وعندهم عادات غذائية هي نفسها. ما نظن أن غادي يكون مثلا حاجة سميتها مقروط في الجزائر وما تكونش في المغرب. لكن علينا التمر نهيئه من سميد القمح والتمر نعمله فيه، هذا محشو بالتمر موجودة في كل هذه البلدان هذه، لماذا؟ لأن هذه بلدان التمور وبلدان القمح. نعم تفضل الإخوة الجزائريين اليوم دايرين إنزال. مرحبا السلام مرحبا عليكم. تفضل أخت السلام عليكم نهى، أخت دكتور. نهى من الجزائر. نعم نعم السلام عليكم دكتور، سلام ورحمة الله لاباس؟ وبركاته، الحمد لله. عيدك تفضلي تفضلي. مبارك، عيدك مبارك. عندي سؤال بسيط، عندي فترة كان عندي إسهال ومن بعد يحبس الإسهال يعاود يجيني حشكل تقيؤ، نعم يعني يوميا، ومن بعد درت تحاليل ودرت يعني تشخيصات قالوا لي يمكن من لاتيغويد، خاطر اكتشفت بلي عندي لاتيغويد. نعم بصح هذا الشيء ما راني ناخذ ليفوتيروكس تاع لاتيغويد، مي بصح ما توقفش الاسهال والتقيؤ، قعدت نعم دوك عندي حوالي عام. نعم بصح دوك عندي فتره عندي الم في المعده، ومن بعد درت كما قلت انت نتبع في النظام الغذائي تاعك اولا، راني الحمد لله يعني ارتحت من كلش، راح الاسهال وراح التقيؤ، وندير الحبوب كما قلت، نداوم على الحبوب، ناكل فيهم مع الحليب،
وساعات مع الياغورت الطبيعي. نعم الجزائريين تا هما كيحضروا هذه الاشياء هذه، فتحت التوانسه يعني التوانسه عندهم بعض الاشياء اللي كيستعملوها في رمضان. احنا عندنا في المغرب هذا المسحوق اللي نسميه سلو، هذا اللي هو اللوز مطحون، هذا اللوز مطحون مع دقيق، شيء من دقيق مع توابل زنجلان، يعني السمسم كنعملوا فيه كميه كبيره من السمسم هذه. لو النساء اللي عن مثلا اللي عندهم اطفال فيهم حساسيه ولا عندهم شخص فيه حساسيه، من الاحسن ان يعني يبدلوا هذا السمسم بحبوب الكتان، ويبدلوا اللوز بحاجه اخرى، يعني لان صعيب الحال، لان اللوز والسمسم يجتمعوا في شيء ويسبب الحساسيه، لان من الالرجينيك، هذو من المواد التي تحدث حساسيه. هذا الاخت نهى من الجزائر، هذه علي، عيد مبارك سعيد علينا وعليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية، وتحية طيبة لإخواننا في الجزائر. هذه الخلطة اللي تكلمت مع المغربيات، المغاربيات مش المغرب، يعني لا ليبيا ولا تونس ولا الجزائر، المغاربية ما عندهم واحد يعني عبار كي يعني كي القياس عندهم في يديهم، أن المرأة كتاخذ بصبعنا هك وكتعمل يعني في الطبيخ. فانا كان النساء بعض المرات كنقول لهم علاش الناس دخلوكم في التشكيك، دخلوا لكم التشكيك في حياتكم، بديتوا كتسمعوا البرامج، بديتوا كتسمعوا كثره النصائح واللي جا كينصح، بديتوا حتى باش دخلوا لكم الشك في حياتكم، وانتم كتعرفوا احسن منهم. فالمراه علاش ملي كتاخذ الملح وتعملوا في العجين كتجيب تركيز، يعني نقولها بالجزائريه سواسوا، يعني عموما علي، عموما ماشي شي حاجه يعني ماشي شي حاجه مزعجه، البهاق عادي، الناس فيهم بهاق، ماشي شي حاجه مزعجه، غير ما البنات شويه كيتعقدوا من هذيك اللون، بعض المرات كيتغير ولا على حسب المنطقه اللي جا فيها ان شاء الله. تفضل. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. افك دكتور بغيت نسول كونسيرنون داكشي اللي قلتي على الاف اس تي، حيت انا في هذا العام البكالوريا. نعم. وبغيت علم الاغذيه. نعم جيد خير بنتي علين، يلا دوزتي على البكالوريا ان شاء الله. علين ربما علين دابا في المغرب القانون ما بقاش كل مدينه يمشيو الكليه اللي فيها، بحال مثلا منطقه بني ملال يمشيو الاف اس تي بني ملال، دابا وزاره التعليم العالي دي سونترات، ممكن واحد من سطات يمشي لطنجه، ممكن واحد من طنجه يمشي للرشيديه، ممكن واحد من الرشيديه يجي لهذا السطات، كاين في مراكش، كاين في سطات، كاين علين، هذو الكليات التقنيات، الكليات العلوم والتقنيات فيهم هذه الاجازه في العلوم الاغذيه هذه اللي كاينه، وملي تحصلي على هذه الاجازه هذه ممكن تكملي من بعد. كان ماستر في المغرب راه جيد، الا ما كانش ماستر في المغرب لكن لازم تعملي، يعني نسيت باش نتكلم على التكوين اللي كاين في هذا التقني وزاره الصحه اللي كاينين في الانستيتيو ديال الفورماسيون دي كارير بور لا سونتي، اللي كاينين عندنا في كثير من المدن اللي فيهم بكالوريا زائد 3 سنين كيتخرجوا دياتيتيك، يعني في تخصص دياتيتيك، اللي نقدروا نعملوا للشباب ونوريوه بعض الاشياء اللي احنا مرينا منها واللي هو باقي ما شافهاش وما عارفهاش ان شاء الله، ونشجعوهم ان شاء الله. وبهذه المناسبه هذه تحيه لكل الناس اللي اجتازوا البكالوريا وكتسناو في النتائج ان شاء الله، نتمنوا نتائج تكون ايجابيه، النجاح للجميع ان شاء الله، نسبه النجاح نتمنوا تكون مرتفعه، نسبه النجاح نتمنوا تفوت 90 ان شاء الله، ونتمنوا يفوزوا بالبكالوريا اكبر عدد ممكن حتى ولو كان مليون ان شاء الله. باش يعني لماذا؟ لان العلم هو كل شيء، والعلم هو تقدم البلدان ان شاء الله. فاظن كنظن باقي واحد السيد من امريكا، ولكن كنظن غادي نختموا، غادي نتوقفوا اخر مكالمه، الله يجازيكم بخير، اخر تدخل، وممكن نعملوا لايفات اخرين فلين ان شاء الله، ايام الله مازال. تفضل اخ. السلام عليكم سي الفايد، شكرا على هذا البرنامج، والسؤال ديالي بلا باش ما من 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 نعطلكم. تفضل يا اخي تفضل. السؤال ديالي هو بعد رمضان بغيت ان شاء الله نبقى نصوم، كنخدم من 9 ل 5 وما بغيتش ناكل حتى حاجه في النهار، حيت الصوم يعني استفدت منه بزاف وبغيت نستمر فيه ان شاء الله، وبغيت نعرف مثلا انواع الماكله اللي خصني ناكل، اي مين something that is nutritional كما تيقولوا. خير ان شاء الله، جزاك الله خيرا ان شاء الله علي. والله شيء هذا مفرح وشيء يثلج الصدر، ف
ان الناس مغتربين في الولايات المتحده الان وكيصوموا كيسولوا على صوموا كيتشجعوا في صوموا كيفكروا بعد عاليين برمجوا حياتهم على الاشياء التي يحبونهم كيخدم من 9 ل 5 يصوم علاش ما يصوم جيد فقط في الصباح يتسحر متاخر شويه يتسحر ربع ساعه ولا يعني قبل الاذان ديال الصبح وملي يرجع في المساء يرتاح وياكل في الفطور ياكل وجبه جيده يعني كان اشياء نظيفه جدا ياكل جيد هذه just please avoid any fast or any junk foods during fasting.